يشهد العراق تحولات واسعة في حياة المواطنين وتبدلاً كبيراً نحو الأفضل بانحسار الأعمال الإرهابية وتكاثف الوجود الأمني. تلك المتغيرات عملت على نقلة نوعية في المجتمع لتدب الروح من جديد في جسد العاصمة بغداد. The love is like the only way maybe to forget the past, to move from the war and anger and hate and start a new future, new Iraq. أول حاجة بيحيك بالأمل بس يعني أنا حسست إن إحنا جايين هنا عشان بس نقول مقولة كنا بنقولها في مصر، كنا بنقول مصر تمرض ولا تموت، فإحنا جايين هنا عشان نقول للناس من بره نقول لهم بغداد تمرض ولا تموت يعني. على بعد ساعات خارج بغداد باتجاه الأنبار يتراءى للناظر أنه مشهد من محض الخيال، شاطئ الحبانية. فعلى طول شاطئ رملي ترى مئات الأفراد يمارسون السباحة من كلا الجنسين، وهناك راغبو الاستجمام على شاطئ البحيرة من أرادوا نسيان الماضي وتعبه. ومع أن المشهد يبدو مثيراً للذهول فإنه يبقى حقيقياً في لحظة سعادة لا يعكر صفوها شيء. في المدينة هي عراق مصغر، من كل محافظات العراق يتواجدون بهذا المكان، وبالتالي أنه راح تتولد عند قناعة أنه هاي المدينة لا تعني أهل الأنبار، ويكون وجود أهل الأنبار ما يشكلوا نسبة 20% من الوافدين أيام الخميس والجمعة من بغداد ومن محافظات العراق الأخرى. وإحنا نستقبل السفرات ونستقبل السفرات السياحية والسفرات العائلية. والله على مود العطلة الصيفية هسا أطفالنا أحفادي بالحقيقة هسا عطلتهم، فشوية ترفيه جبناهم شوية البحيرة مدينة سياحية. نعم والله هنا أنا شوية أحسن من بغداد، البغداد يعني ازدحام وهوسة يعني مو مثل باقي، بس هنا حلو يعني كل عائلة بعائلتها قاعدة وناس تاخذ بالناس وناس تنطي بالناس، وبالنسبة هنا الأمان زين يعني الطريق كله أمان أي يعني الحمد لله شكرا. وعلى الرغم من التسهيلات التي يلمسها المواطنون عند دخولهم لمنتجع الحبانية السياحي من أمن وترحيب، إلا أنه ما زال يحتاج إلى المزيد من العناية والصيانة وافتتاح لباقي مرافق المنتجع بعد الواقع السياحي المتردي الذي عاشه العراق، إضافة إلى وجود إهمال من قبل المواطنين في إزالة وتنظيف مخلفاتهم.